السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. فيديو النهاردة من داخل سلاكة الحمام اللحم. طبعا حضرتكم عارفين، الناس اللي متابعيني عارفين إن أنا بعت حمام لاحم شغال. فطبعا لما بعت الحمام اللحم شغال، في ناس كتير بتشكك إن في حد بيبيع حمام لاحم شغال ويكون شغال عنده كويس وبيبيعه. رديت عليه وقلت له ان انا مش خسران حاجه لما هبيع لك الحمام الشغال اللي عندي، لاني عندي شباب هسكن مكانه. انت عايز حمام لحم شغال، ربنا يبارك لك، اصوره لك من داخل السلاكه، هتشوف الحمام شغال ومعاه زغليل او معاه بيض، او في حمام معاه زغليل ومعاه بيض، الاثنين مع بعض يعني. فانا مش هخسر حاجه، لان هروح في المكان اللي انا بجهز فيه الشبابات وهجيب اسكن مكان الحمام الشغال، زي ما انا عملت كده بالظبط. لو شفنا القص اللي على اليمين من تحت، ده قص انا لسه مشغله جديد او مسكنه هنا، في مسكن القص ده اهو اللي تحت، ده متسكن جديد، شباب لسه اول شغله، ان شاء الله هيشتغل هنا في السلاكه. انا حاططهم امبارح، بسم الله ما شاء الله، واخدين بعض زي ما حضراتكم شايفين. النتاية زايفة، والذكر اهو هيحاول يكسرها، لكن اهو ده انا مسكنه هنا امبارح بقى شغال. وكمان لو شفنا كمان القص ده اللي على اليمين، ده اللي انا مركز عليه، ده برضو متسكن هنا امبارح، بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله دولي مش هيعدوا الاسبوع الا ما يكونوا حصهم هنا ان شاء الله. عمرنا السلاكة من تاني زي ما حضراتكم شايفين كده، وفي كمان شباب في مكان تاني، في شباب مجوزهم، اتجوزوا بعض اهو زي ما شفنا، شايف ده لسه اهو اللي انا حاطه امبارح هنا ما شاء الله، واخدين بعض وهيبيضوا قريب جدا. فطبعا اول شغلهم، فالناس اللي مش مصدقه، طب مش مصدق ليه؟ ما هو على الطبيعه. هنقرب كده من السلاكه ونشوف برضو. زي ما حضراتكم شايفين انا بحضن تلاتات، لان طبعا بعت من الاهالي الحمام الشغال فاتساب لي الزغاليل بتاعته، فانا اضطريت ان انا احضن تلاتات زي كده. وبسم الله ما شاء الله على وشك ان هي تبيض خلاص، يمكن النهاردة او بكرة، يمكن بكرة ان شاء الله تبيض النتاية دي. هننزل تاني برضو للي تحتها، بسم الله ما شاء الله، برضو ثلاث زغليل معاهم. الزغليل دي عمرها النهاردة، اليوم النهاردة 22، وانا شلت البيض بتاعهم، هم حصهم في اليوم 18، وحضنت البيض بتاعهم تحت حمام تاني علشان الاهالي برضو تكمل شوية مع الزغليل، الاهالي هتجهز عيش تاني، وفي نفس الوقت برضو ياتوا الزغليل ده حقهم، لان الزغليل دول ثلاث زغليل طبعا، ثلاثة غير اتنين، فانا عايز الزغليل تاخد حقها علشان نعرف نبيعها، يعني تكون زغليل بحجم كويس تتباع احسن. لكن طبعا هقول لك الثلاثة غير الاثنين، ده من السلاكة على الطبيعة يا جماعة، اللي مش مصدق اهو بنوريله على الطبيعة. طيب هنبص كمان هنا، ننزل تحت شوية لده، ده تحته بيض قرب يفقس، فيه كمان ثلاثة، ده ما تحتوش زغليل، فطمنا لسه الزغاليل بتاعت القص ده لسه قريب. الرابع ده اهو برضو معاه ثلاث زغاليل، لسه صغيرين في السن. هنشوف برضو الاحجام، بسم الله ما شاء الله الزغاليل، رغم ان هم ثلاث زغاليل، اللي بيقول لي في ناس برضو شككت ان ما ينفعش ثلاث زغاليل، كان الاهالي ما بتقدرش على اتنين. هقول لك اهو والله، ده تأكيل اهاليهم اللي هم محضنين تحتهم اهو، لسه انا مأكل الحمام. بس هتعمل ايه؟ هتأكل الحمام مرتين في اليوم، مرة الصبح بدري ومرة اخر النهار او بالليل لو بتطلع بالليل، فهيكون مرتين الاهالي تقدر تقوم بتلات زغاليل. والاهالي دي برضو اصبحهم يعني على وشك ان هم يبيضهم عش جديد، يعني تقريبا كده بيجهزهم لعش جديد.
فطبعا المقصود من الفيديو النهاردة ان كل واحد بياخد نصيبه، والمهم ان يا جماعة المهم ان احنا نكون في نيتنا نعطي للناس احسن ما عندنا. اهم شيء ان احنا نكون عايزين نعطي اللي يشتري احسن شيء، وربنا هيكرمك ان شاء الله ويرزقك بالاحسن منهم. طيب هنا القص ده اللي هو خلاص هيشتغل ان شاء الله، احنا هنبيعه برضه ونسكن مكانه. احنا مش هنبيع ان شاء الله غير في السلاكة زي ما عملنا المرة اللي فاتت، هنصور لك الحمام جوه السلاكة كده هو شغال ونبيعه لك على الطبيعة كده. ده هنبيعه برضه ان شاء الله اما يشتغل او اما يجي النصيب هيتباع. يبقى ده قص واحد، وده طبعا لو شفتوا الزغلول اللي متعور في دماغه ده، ده مكان ان انا نقلته من تحت اهالي لاهالي مش اهالي. في اهالي ما بتاخدش بالها وفي اهالي بتعرف ولادها، فده اتحط تحت حمام معرفه انه مش ابنهم فضربوه بالشكل ده، فكان متبهدل جدا ان هو كده بقى تمام. فنقلته مع الزغلول اللي اكبر منه ده، والحمد لله الاهالي دي محضنين بيض برضه، راقدين على بيض وبياكلهم الزغاليل دي. الزغاليل دي ممكن تتفطم لكن سايبهم معاهم شويه ما يضروش في حاجه يعني. طيب قص ده كمان برضه من الشباب اللي انا كنت بجهزهم ونقلته هنا في المكان في السلاكه برضه مكان الحمام اللي اتباع، وبسم الله ما شاء الله ان شاء الله يبيض قريب، لان هو حاليا بيجهز العش واضح يعني جدا. انا بشوفهم بيتزوجوا هنا فبيجهزوا العش قريب جدا ان شاء الله. اللي برضو عايزهم يبقى كده اتنين شغالين ما معهمش. طبعا افضل ان انا ابيع اللي معهوش زغاليل، لان طبعا بحتار ان انا بنقل، بقعد انقل زغاليل وبنقل بيض، فيكون الافضل ان انا ابيع اللي معهوش معاه بيض ولا زغاليل، لان انت كده كده هتاخد الحمام من غير بيضه ولا زغاليل، وان شاء الله يبقى شغلهم عندك وربنا يبارك لك فيهم. هنشوف فيه كمان قص تالت. ده القص التالت كمان اللي هو بنجهزه كمان. ده بعد ما بعنا الحمام فضينا السلاكة بنجهز مكانهم. ده القص التالت اللي جهزناه ان شاء الله برضو بنعرضه للبيع، علشان هنحط مكانه من الشباب تاني. فطبعا اللي بيقول لي شباب عايز يشتري شباب مش عايز يشتري حمام شغال، فبقول له على مسؤوليتك اللي هو عايز ذكر وانتايا، ما نضمنش ان هو يطلع ذكر وانتايا لو شباب لسه صغير. اما شباب بقى في سن الشغل كده او على وش الشغل بنجوزوا لبعض كده ونعطوهم لك شغالين تمام، او تاخدهم وهم من على زغاليلهم طبعا لما نلاقي مكان ننقل فيه الزغاليل. وده المكان، ده المكان ده اللي بنعمل فيه الشباب، بنجهز الشباب هنا سواء لاحم او زاجل بنجهزهم في المكان ده. بسم الله ما شاء الله في مجموعه بنجهزها، مجموعه كبيره. الزغاليل اللي بتطلع عندي بحضنها هنا او بربيها في المكان ده لحد ما تكون توصل لسن الشغل، ابدا اسكنهم في السلكات فنبيع اللي في السلكات، وبنجدد دايما دايما لان علشان برضو نقدر نبيع للناس اللي هي بتحب الحمام الشغال. الناس اللي عايزه تشوف الحمام في السلكه احنا بنعمل كده، بنجهزه هنا وناخد الجزء اللي يبدا يتزوج في المكان ده. يعني لو شفنا الجزء اللي في الركن ده، ده الجزء ده برضو هنبيعه، يبقى ده الجزء الرابع او القص الرابع زي ما حضرتك شايف اللي هو في الركن جوه خالص على الشمال ده اهو. هنقرب له اللي بتضرب دي والذكر ده، ده برضو القص الرابع. بسم الله ما شاء الله اول شغلهم ان شاء الله، سواء هيبقى عندي او عند المشتري وربنا يرزق الجميع باذن الله. هو افتكر هنا كمان في الركن اليمين ده اهو، لو شفنا الركن اليمين ده الذكر ده تقريبا برضو معاه نتايه، هنراقبه ونشوف هو اخد نتايه ولا مش اخد نتايه، ولو كان اخد نتايه برضو هنعمله في السلاكه، حضنه في السلاكه لحد ما ايه يجي له صاحب النصيب او نشغله برضو كده. نكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه، لو لسه ما اشتركتش فعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.